Okay, akuna lezer ani this one le choya chanada ernasa la kal mushakila almasi kana davina wa aula alam kulu ana almushakila almasi da juba. واليوم طبعا ده كان الزمن بتاعنا عشان نقدر نغير جوه اللجنه بتاعنا عشان الناس الجداد ورايك شنو التغير اللجنه ده قال تغير تشوف يعني غيروا بحاجه مناسب ولا فوق هي مشكله يا اول حاجه انا بشكر انه الحدث بتاعنا اللي احنا جينا بيه هنا ده عشان احنا نتعلمه العدالة بجناس هنا ده. مش بس نحنا جايين عشان نحنا إنه نشتغل ونعمل قروش ولا إنه نحنا جينا عشان إنه واحد يقرأ قرايته. لكن نحنا جينا هنا عشان نحنا نتعلموا ناس ديل هم ذاتوا كون الدولة بذاتهم كيف وهم ذاتوا حسس الدولة بذاتهم كيف. وتغيير اللجنة بتاعتنا بيوري إنه نحنا ماشيين على اتجاه العدالة بجناس هنا ده والتغييرات بتاعتهم هنا ده. احنا اللجنه بتاعتنا احنا بنديها فتره بتاكلها سنتين. احنا بنديها فتره بتاع سنتين لما سنتين تيجي احنا بنغير ناس جديد. مش ما احنا بناخد فور ايفر. لكن احنا بنعمل تغييرات افري تو ييرز. احنا بنغير ناس جديد ونحن نشوف العمل بتاعهم. وعمل بتاعتنا للتغييرات ده النظام احنا اخذناه عشان احنا نتعلم منه. ولينا ننقلها هنا في بلد بتاعتنا. والليلة كان يعني مناقشات كويسة ومناقشات ناس فاهمين وبكرة لو رجعوا هيمشي بطريقة التي هي حسنة ما طريقة الحمج. اللي الناس لينا قاعدين فيه هسه واحد بيحكم ناس 20 سنة أو أكثر من 20 سنة ولسه بيحارب ولسه بيكاتب عشان هو يقعد في السلطة. ده الكلام هسه نحن بنتعلم منه ونحن ما هنكررها تاني. ده عشان كده نحن بنجي في كل سنتين عشان نغير اللجنة. اوكي الازر وهسه ده طبعا انت قاعد تشوف طبعا المشاكل بتاعنا هنا وفي مشاكل في البلد هناك حصل ماشي في جبال النوبه وطبعا الحكومه قاعد يحرب النوباوي اللي قاعد في هناك. يعني انت شنو رايك شنو في المشاكلات هسه في السودان؟ بس انا دايما ناشد كل النوبه القاعدين برا انه مش النوبه كلهم النوبه هم النوبه لكن في ناس اصلا الحكومه خطاهم عشان انه يتجسسوا في النوبه مع بعضهم. ولكن الناس دي انا دايما اقول لهم شنو الكلام زي ده ما بيودينا قدام انت كنوبه. انت نوبه انت هتكون نوباوي واستيلا هتكون نوباوي حتى لو انت بتكون مجسس لان هنقبضوك. وانا داير نقول للناس كلها الناس النوبه انه الناس تجتهد مع بعضهم يكون عندهم وحده قويه ويكون عندهم روح مساعده عشان انه نحن نساعد المساكين القاعدين في اشجار ما قاعدين ياكلوا يعني طيران بقى يشددهم بسلاح نووي بسلاح غير يعني قانوني عشان نحن بنشوف انه الحاجات ده ما بيودينا قدام. لكن احنا لما نكون عندنا وحده قويه نحن بنقدر نستمر. وانه انا داير نقول انه الناس كله تكون يعني في شكل واحد في كاس واحد عشان احنا نقدر نواجه نظام البشير. ده الكلام اللي انا داير نقول لنوبا ونحن نساعد الناس هناك بكل ما عندنا. اي دور شغال لابد يكون عنده تبرعات بتاعه شهريا. كان هو بيدفع بيل بتاع كهرباء ولا انشورنس بتاع العربيه خليه يكون عنده بيل زي ده تدفعه لناسنا هنا. ده الكلام اللي احنا داير نوصله لكل نوبابي او لكل السودانيين القاعدين ولا لكل دايرين حريه ودايرين تغيير انه نحن كلنا نكون واحدين ونحن نقدر نواجه الحكومه بتاعت البشر. اوكي يا اخ الازر تاسع ورساله جديده تودي للكومرادا عبد العزيز الايلو في الجبال وعلى يعني الشغل الجامبو والغير بيربو نوبا انت داير تقول له شنو؟ انا داير نقول انه عبد العزيز نحن بنشكره كثير لانه هو قايم بشغل بتاع انه بلد بتاعه. وانا بشوف انه
إنه يجيب مع كل واحد سوداني ما بس نوبة لكن هو يكون قائد لكل السودانيين إنه أي زول بيحب الحرية وبيحب العدالة يجيب معاه في الوقت ده ويعني يمسك ناس من غير فرس يعني ما يفرس ناس إنه زول عربي ولا زول كده ده خلينا هنا كلنا يعني يكون ليدر بتاع أي واحد سوداني في عرب برضو مولودون في السودان هم هيكون سودانيين لأننا ما هنطردهم في السودان لأننا ما هنعمل لهم أي حاجة لكنه شنو يكون قائد عظيم وقائد مستقيم والحاجة الأولى يعني جامبيو ده عمل عظيم وعمل بدا إنه زول طالب الحرية وزول طالب الوطن بدا إنه يكون حر في البلد بدا وأنا بشكره شديد وخدمته وربنا هو بيزيده أكثر وأكثر حاجة تاني أنا داير وأنا دي سؤال يعني زي عمر بشير قاعد يقول عرب وقاعد يقول النوبة قاعد يقول يعني القبائل كله بالسودان لازم نقدر نشكل لنعمل الإسلام أنت قاعد تقول يعني قاعد تفكر الكلام وده كلام صح؟ أنا بشوف إنه الحكومة هما بيلخبطوا ناس عشان هما يقعدوا في سلطة بيستخدموا ناس عشان هما يقعدوا في سلطة لكن الدين ربنا خد الدين في السودان والدين ده اصلا جاي من ما نحن قمنا ومن ما بعدنا قاموا نحن عايشين مع بعض في مسلمين جيراننا في مسيحيين جيراننا في جوامع يعني في جامع هنا في كنيسه هنا كان ما في لخبطه قبل كده لكن من ما الحكومه عبد البشير الانقاص جو بقى يلخبط حاجات دين والمسيحيه وحاجات زي ده لكن اصلا اشكاليه ما كده اصلا هم قاصدين عشان هم يقودوا في السلطة بطريقة الأمج اللي هم قاعدين فيها والحرب ما له مبرر إنه الناس الجيش يمشي يعارض أهل بلادها ها لو كان في دولة تاني جاي يعارض السودان الجيش كله كان مفترض يجيب عشان يعارض الزول الجاي هنا ده وهذا ده مكتوبة يعني إنه الزول الجاي ياكل مال بدا جاي يشيل الأرض بدا إن أنت بتقوم به هو تهارب نازل لكن ما في مبرر انه 20 سنه حرب داخليه ما له سبب وانا داير نقول للشعب السوداني كله هم يفكروا واي زول ياخد حاجه في راسه الحرب ده عشان شنو؟ عشان ناس معينين هم يقودوا في سلطه ويستخدموا ناس بس كعنايه ك يعني الشيء ما له يعني لازم وانا داير نقول للسودانيين هم يفكروا ويشوف يعني ده ما البشير بس يختاروه من الله عشان يجي يهاجم السودان في زول هيجي احسن من البشير ويسلل الدولة ده احسن من البشير وفي زول هيجي اسوأ من البشير برضو حاجات زي ده ويكون في تغييرات ناس يكون انه يخد بس انه ما يدبين انه البشير ده كل في الكل الله عوى وادة نحن لو ناس قاموا زي ما ناس قاموا في مصر ناس قاموا في تونس هم غير الرؤساء بذاته غايه 20 سنه وانا داير نقول لناس المؤتمر الوطني الناس قاعدين في الحكم كون ما انه ما هم زول يغيروا برجال ويدمر فهم اللي بذاته كله خليه يفكر تماما هسه زي انت لما تمسك مثال زي بتاع حسني مبارك دمر اسره بذاته كله الغزالي دمر الاسره بذاته كله بتاع زين العابدين دمر اسره بذاته كله وكذلك الرؤساء كلها هيدمر اسره بذاته كله والكلام ده هم خليه يفكروا مرتين في الكلام ده هل لو شعب ما دايرنا في سلطة ما انه انت تقتلهم غصبا عنهم انت تاخد فيهم نو no. في يوم هيجي هيغيروا هتلر كان عرب اوروبا كله انهار في رؤساء كتار كان يعني عمرو جانا ساي هم اخر نهايه صدام شال هدول ده دخلوا في رغبه وبراءه كلام زي ده معناه انه هيجي للبشير وهيجي لغيره ده كلام ده انا داير ناكد انه كلام ده هيجي للبشير وهيجي لغيره واي زول يكتتوري في السودان هيجيبه مين في السودان مين في العالم كله والديمقراطيه ما انه زمان السودان كان مقفوله ولكن هسه السودان مفتوح والابعاد كلها غريبات الناس فهموا والناس اللي طلعوا بره هم شافوا الفريدوم الجاي كيف تتكلم وكيف رئيس بتاعكم وهنا فاهمين الوضع ماشي لكن الهاله بتقول هم قاعدين عشان هم شنو يستخدموا ناس وياكلوا ناس غصبا عنهم لكن ده زمن انتهى انت لو دايرين تاكل ناس انت بتاكل ناس هم ناس دايرين وراضيانين بالشيء اللي انت بتعمله المهم رساله لكل السودانيين انه هم يكونوا واحدين
وننا نقدر نواجه المشاكل الداخلية مشاكل كبيرة ومشاكل عيبت الملايين ولسه عيبت الملايين ولكنها هيكون في تغيير آخر نهاية وشكرا. أوكي عندي سؤال تاني وأسعد عندنا لسه طبعا الجنوب كان طبعا واحد كلنا هنا كان كل سوا وأسعد متفرق وعندنا أسعد على في الجيش في الجنوب إذا دايرة رسالة شنو لي عبد العزيز عشان الجيش في الجنوب ده قال لي يرجع في جبال. أنا دايما أقول لها حسب الاتفاقية إن الاتفاقية بتاع نفاشا كان بيقول إنه بعد الانفصال إن القوات بتاع جنوب السودان هترجع في الجبال وما في مبرر واحد بيخلي الجيش تاخد هناك. قانونيا الجيش بتاعتنا المفترض ترجع الجبال هم يقعدوا في الجبال هناك لو هم ماشيين يشاركوا مع الجيش بتاع النظام ولا هم دارين يفضل البراوة المفترض هم تجي أراضي تنوبة وعبد العزيز المفترض هم ياخذ كلام ده قانونيا حتى لو اشتكى في الأمم المتحدة كلام ده مكتوبة في الدستور إنه بعد ما الشغل ده تحصل إنه الجيش بتاعنا ترجع في جبال النوبة. شكرا لزر أنا عندي مع السؤال الأخير اللي بحصل النوبة القاعدين كله في عالم هنا طبعا ما مارو يكون ما عندهم يعني ايديا كده يقدر يعمل بو حاجات داير تقول لهم اننا هنا في بي سي شويه الشغالين قاعدين نقوم بو بتاع فان ريزنج وبتاع بلو بيري كان ممكن تحكي انه انتم قاعدين تعملوا حاجات دير كيف عشان الناس دير كمان يقدر عندهم ايديا عشان يقدر يعمل بو بلو شويه. اي انه بي سي هنا ده ناس موحدين الوحده بيخلي ناس تعمل حاجات كثيره لأن برا هنا ده عندنا زي ما ناس تعمل نفير هناك برضو عندنا نفير هنا ده نحن قاعدين نعملوها سنويا نحن بنمشي زراعة زي ما نحن جينا هناك كان بنزرعوا نحن بنمشي زراعة نحن بنعمل زراعة بتاع هنا ده بيدفعوا علينا قروش والقروش ده نحن بنقدر نساعد بيه ناس بتاعتنا هناك وثم ثانيا في حاجات اسمه تبرعات نحن بنقوم لكل واحد بنمر لكل واحد يا متبرع بتاعتها ونحن بنقدر ناخد التبرع ده مع بعض ونحن بنقدر نرسل حاجات للناس حتى لو كان ملابس نحن بنلم الملابس مع بعضينا وناخدهم في معال واحد نحن بنرسل الملابس لو نهاية الأكل نحن هنلم أكل بتاعتنا هنرسل برضو أكل بتاعتنا للناس هناك عشان هنا وكل شيء ده جنوب الوحدة وده الجدية وده أنت تكون عندك إصرار وأنت عندك روح وأنت عندك تساعد. اوكي شكرا كثير لزر يعني ده الكلمات الو ورساله كويس شديد لعالمنا كله في عالميه وشكرا كثير من قصته معك شكرا لك.